بسم الله الرحمن الرحيم مربت ليبان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن رحمته. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لوينو هويينو مرفتان ليبان فرحت إيا رين رين مرفتان دقنان إيا حسلوني مرفتان لضنان إيا ليبان مكرفتان خير أدونك إيا آخر ضبا مس أدونك أوم بعد رفتان آخر ضنا ضن كملهدين فرحت دو والله فرحضات فرحت دنيا أو كوبا أو قابا او كحران عمرق ادون كأير قفكي كليجي دونا او حتى حلا او كوي لوبي دونا هالمر او لغوتن بيو نارت جهنم اللي ينو كمغن قلناي فرحاد لباد واتا آخرو اي دائن كأه ان مرن بغوي دونين وليجيد وانا تاس تنمضن ان لدونه او لو ددالو حتى هدي قفكو قيبتي سدوني دا اي نقطة لبئي الرفاد هيشئ ألا كحر ناضو وهقان سناضو قول إيا فعل با ما شاء الله يدون دبدن بوليه وإيا هالمر أو لغتن بيا جنضا باه المانسين دونتا وحي لب إيا رفاض إيا مروغو إيا عيل إيكوسو غاري أدونكن أو قعلي يال فرحد إيا خيرك أدونك أو لغو راعيه آخرة تابا فرحد دن فرحدة إيا نولاشا وناكسن إيا لغاها لأدونكي آخرة وحي أسقناتي مؤمنين تا إيا مؤمنة دها سماياشا إيا سموينكا ألا أذي عيالك إيا ألا أذي عوينكا ألا عابدياشا إيا عابدوينكا إيا صالحين تا إيا صالحوينكا لغيس ربقا وحولي هاي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كيف استعود لغم صوبنا لب أما ددك إساقو أما إيضو مؤمن دبه الرميس توحيد كإسلامك حقيق دي وحان كسين دونا نلول ولاكسن الدونكن أو أي أدير تهي حرمو قناعو إيا الرزق حلالة وحان هباشي كوأبا المرين دونا أجر أقلما وحي أو ولاكسن أي فالجرين واجن نظر نرشا دنباء آخر دا هدا بفرحب دا إيا ليبان تكلو قد وحي كجرين أدي عدة ألا أو فرحب دا إيا ليبان تكلو قد وحي كجرين قاد استجدك ألا إيا سنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحويري اللوين جل وعلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد
وقد فاز فوزا عظيما. أوكي كستو أديع الله إيا رسولك صلى الله عليه وسلم وحو حقق قاري ليبان معناها ووحا لقى بدبادين دونا نار تدبك أن دمين أو لقى يهلي دونا إنو قال جنبه هو قدنا وحي كل جيد كجرتا كعاسين تعلي هبار قبيدنا وحي كل جيد كجرتا كسوع الشبا وحانا هين جدك ألي إيا سنها النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا وحيري ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أوكي كستو كعاسية ألي إيا رسول كيسا وحو دبعهان دمي دمدعب اولا لو ينك يغا مسلم ده اهو من ربطان فرحدي الليبان هدي اد ربطان منا فلا يو ان ايدان ربين ايغا دغيستوان دنيا عنانتن اذين كتمد ولا لداعد اذين او اجرا لك دوني او اغا بقيا وجي يدن دبناريد اي عذاب ولا لو ين هعروننا حقا مضن الا اجيبه ولا شيء مسلم ده اهي ادقع الاذين ديرنا حق يا هذا السمكة تلي يدين ديجا وحنكو جيريا أو جيري قف كستا يا نفط إذا كعفس شذا اللوين كرة هاي يا إنان أهر مرسنا نفها يجا عمل لوين أحسن أصوبا أو عديسة في سنة وجه يدنا مال أنت أن لك ولنا الله مال أيسن مال يا إلما وحتردون قف لي ماذا ماه قلبي شرك كفيو. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ما لنت بركة أي وجي قارن قندونان عدان وجي قارن قندونان مدو حق كوا أي وجي دود قندونان كوا مدو كوا وحالو أرندونا موحا دي دين إيمانك كدي مركي آد أخبشين مركة كل دمية عذابتا نارتا دحذيضا دي دذين إيمان كأوغي حقا كوا وجي دودو نقون دونان عبدان وحي دحهان دونان نحريستا على الجنة دحذيضا بيد جنان دونان وليقود واسداسي عدايسا وجي دينا ما لنتا لكل مينا الله. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ما لم تقف ولبا لو لهر إيمان دون دمان وحي خير أها أوفلي إيا دمان وحي حمان أها أوفلي وحو جعلان دونا إني أهيد مصافة فوق لحظوظة إساقا إيا حمان تيسا ورهو يما دوني سان بدبادو بدبادو وحي كجرتا تقوضا على جل وعلا أو وحكا لكم جرتو. وينجي الله الذين اتقوا بمفادتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أو الله وحو أبد بادين دونا قوة متقين تا صوبنا ياشا إيا صالحين تا رمي التوحيد كإسلام كا إيا اللي أهد وغا عبصدا كجوغا دمان فلالكحن إيا دنبي يدعو على الربي أو اللي أجعل آد قتا دمان فلالك وناكسن إيا اللي أمري ميله ذليبان تجنب حمان متابن دونتو من أمروغون دونان أوهان مثل كوغيري يا أختي المسلمة مدكلا أوه إناد مهدي السأل لوين جل وعلا إيكو سيا نعمة دا إسلامك إيا نعمة دا قرآنك نعمة دا توحيدك إيكو كرامي كداهيري ميقان كادنا كريالي كريالي الدن هوين مرنا وميقان كودا كرلوميال سيد الله ويالي رايا دا إسلامك هستيسا رايا دا لا إله إلا الله محمدا رسول الله. هل كأي دمر كإسلام ككور أي هايين بضيعات رخيصة سلعات جبن أو عيب إيا فضيحات كؤه ولقيد إيا بلشدي دا إيا كل نحن أشاهي
sida awgeed baa waxaa loola dhaqmayay marmarka qaar sida cayaayinka bal waxaa laga saramarin jiray xoolaha kuma aadan helin cizada iyo sharaftaada waxaan ahayn diintan addoontii allay ee qabso oo ku dheg dhegaysa qowlka alle isagoo ka waramaya xaalad hore islaamka ka horreeyey ay tahay inaad xusuusato deetana aad mahdiso alle awalka iyo aakhirkaba sir iyo saaqba nicmadda uu kugu gallabaystay awgeed wuxuu yidhi alla weyne jalla wacalaa وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا markii khabarka dhalashada ilmo dhadig ah loo keena midkood wejigiisaba wuxuu noqdaa madow isagoo ka calool xun wuxuu ka qarayaa naftiisa dadka xumaanta waxaa loogu soo wargeliya darteed madullinimo iyo sharaf dhac buu ku haystaa mise ku asruuraa yacni aasaacidda xaqiiqdii waxaa shar iyo xumaan ah go'aankooda laa ilaaha ila allah waa nolol xabaalayaa oo dilaya oo aasaya gabadhii iyadoo nool ee dhegaysa addoontii allaay waxaa la yidhi saxaabi la yidhaahdo cabdullaahi ibnu muqafal radia allaahu canhu waardaah markii uu la fadhiistaba nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka muuqan jirtay wejigiisa murugo iyo tiiraanyo murugo weyn iyo tiiraanyo badan saa nebiga sala allahu calayhi wasalam baa weydiiyey sababta murugadiisa aan kala go'a lahayn wuxuu yidhi rasuulkii allow sala allahu calayhi wasalam waagii jaahiliyadda islaamka ka hor waxaan ka tegay xaaskaygii iyadoo xaamila ah oo waxaan u baxay safar dheer soo mana noqon sannado badan kadib ma ahe waan soo laabtay mise waxay ii dhashay xaaskaygii gabar aan arkay iyadoo la cayaaraysa wiilo yaryar waxaa ka muuqatay qurux dhan iyo baraa'a iyo wanaag waxay ahayd khayr qabta yar oo qaali ah qaayo badan oo qurux loo dhammeeyey oo lagu indha qabowsado saa waan soo qaaday oo ku iri hooyadeed u qabeey khayr qabtadan u qubee iyadoo og inaan nolol xabaalayo oo dilayo markaasay hooyadeed u qubaysay oo tintii u tidaaday oo sii qurxisay iyadoo calool xun hammi iyo murugo saaran tahay intay dhistay gabadhii yareed bay waxay tiri ninow hadda yicin ammaanada ninow hadda yicin ammaanada wuxuu yidhi saa waan ka xistay gabadhii iyadoo calool xaaran faraxsan oo bilic iyo qurux la ifaysa oo aan la aaday waraq ka mida waraqyada waxaana cabbaar ku dhex jiray waraqyada anigoo baadi goobahaya ceel aan halkaa ku ogaa saa waxaan ku imid ceel sal dheer oo oomana ah aan biyo lagu arag waxaan istaagay ceelka afkiisii anigoo fiirinaya gabintaas markaasuu qalbigaygu u nuglaa calool xaarnaanteeda iyo dembi la'aanteeda mise waxaan soo xasuustaa ceebta ay dumarka keenaan iyo fadeexada markaasaan ku qalbi adkaada labadaa laab u kacbaana ku jiray wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu muqafal kadib waxaan iska raadiyay xoog oo intaan soo qaaday af gembi gabadhii ceelkii salkiisu ugu tuuray laa ilaaha ila allah markaasaan sugay anigoo hubsanaya inay dhimatay iyo in kale mise waxay leedahay aabba macaanow dayacday ammaanadii aabba macaanow dayacday ammaanadii aabba macaanow dayacday ammaanadii iyadoo ku celcelinaysa ilaa codkeedii go'ay ee wallaahi rasuulkii allow markiiba aan soo xasuusta dhacdadaas waxaa ifuula hammi iyo murugo iyo hiiwaal oo aan jeclaada inaan ahaado mid dhinta oo araggiisa la waayo haddii uusan islaamku jirin wuxuu fiiriyey nebiga sala allahu calayhi wasalam cabdullaahi mise ilmabaa ka qubanaysa oo garkiisii qoysay isagoo leh sida la yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi cabdullaahiyow wallaahi haddii aan cid ku oogaya xad dembi uu galay jaahiligii
يعني وحي إسلامك كهرية أوجي وانكوغو أوجي لها لكن سي إسلام الدوحة لغضافة وحي هري قفتن بأغدعي حالة دومر كأبل شوينك كلا عربتك بحسن إدنا سيدة هنديدة شينها غريقة رومانكا ومتكسي أروغا يتيران يبضان وهذه اللغة شاكيو أدفورك قبسني سيد دكفار أوجي إيا ياب إيا أما كاكي يارقك أمهدنق الله ولا شيء إسلام كوي أحمدنق الله أكوغو هنوني يدينتن أكوغو شرفي دينتن أكوغو كرامي يدينتن أو قدر كاغا كوكوري يالي دينتن يدو أي لومين حقي كبيرين هوينك كلا أدونك أقف سحارك الله جل وعلا كدوك دينت الله عز وجل ساو أقبك الله إركضو أقب يدك الأردن والوهن قبيه او كبد بادي نفت هذا النار كبد بادي نفت هذا النار أدونتي الله والله بعضا كفي عن فاطمة الزهراء كبدي رسولك صلى الله عليه وسلم او كير أبهد مال المالمها كمدة سيدا كتال صحيح مسلمك فاطمة بنت محمدي كبد بادي نفت هذا النار وحان كاقة تريك الحق ألا مجيرانه تاسنا وأغيسيس كوغسعة إيا دقنين وكودقي نبي صلى الله عليه وسلم مركي لوبان ديقي نارتا أو أركي وحقالي دونا إني أبدايهين هوينك إي هوي أغو إنات أبان ديقان تهي عذابتا اللي هدي آذن أدو نقلان أما رضا اللي هدي آذن أديعين الله هدي آذن كجوغين أما رديسي يحدوديسا أو آذن كفوغان وحي أكاري بي إي هوي كبد بادي نفتا ذا النار أو كعمل فل دا عدا اللي أو اسكدور إلى لضا اللي أو إساق أغو أو إلا وفق ذا أي سنجرين أو سدح كؤهين أفرنا أي سنجرين أو سنشن كؤهين شن أي سنجرين أو سنلح كؤهين إن ير إي إن كبضان أي سنجرين أو سن علمي سكولة جوغين مالي جوغان با والله بادن حملي كرين أو أدل قادن كرين نارتا اللي بوراها هدي لغو سعودسين لها نارتا وكم الملاحيين كوليل كان نارتا أوجد أي حقا أديغا كجوغتا تبرتير بوراها دا دير أي أبك وصحير أدون كان آخر ذان أسي وناكسن قفكي ألا أهو قانسن قول إيا فعل أو وحي أو أم تأهين ما إلا مغان قلا ما إجران آن إساق أهين كل يين إساق ينو أقدومي دونا حقيسة كل وسؤالي دونا وحي أي فلان كل والإشتاق دونا هرتي كل وحلوي دين دونا وحير إيا وحوين وحسحر لأك إيا دبع إيا حوب كتمرتا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون أيوة إيه ربك محمد صلى الله عليه وسلم وحان أغير دونا مباشر دمان حسابتا دمان وحي أي فلتشرين أي محي جوابت نقندونتا محي جوابت نقندونتا أي ولالك إسلام كو أي ولا شيء إسلام كو والدياري سؤاشا جواب أبيع الله أدونتي الله وأبيع رسولك محمد صلى الله عليه وسلم فولي أمر رضا الله انتي كران كاقا أو كدير وحي الرابي أو كجوك حدوديسا أو قبس الدين تألي أو هيسا حشوت كاقا حشوت كنا واقب كمذا إيمانك كلنا ونلوي دين دونا محاين قندون تجواب وحاد مسؤولك تهيقول لك أدونتي الله وحاد نطهي مسؤول هدي أدمع علمتهي وانا لغو ويدين دونا وحلقو الرائعي وحي أي أهدام با أدونتي الله كنا قد تسألو ونحسن بربارين تف فعن هوينو قد حلقاغو وانا لغو ويدين دونا وحي لغو الرائعي سيدا آد كيا شي مقودة حلقو دي مصواب دي يعدي أمانة دي سي آدوها شي أجر كو دي وحي كو الرائعي حقا يدو آن أجورد وضا وحلقا دي من كدك توناونا أو كدك تونو إنا تصالح النقطة مركزنا آتما دمال انت قيامها أدقو حنبارسن دنبي يدا دي إيه دنبي يدا عدي أظلومي سيؤدن أو حما وحاد قادي دون تمركا أو دنبي يأه موادا مقال قولك النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول
ابن عمر الله كرى لنقضي وحجري النبي صلى الله عليه وسلم وحجري قفول باوى مسؤول او حلبا كسارا واجب يدد في ساعة وانا كمسؤول وحي كدعا ادعي وحيابها الله حلساري منك ماذا حدعي هو مسؤول وانا لو يذين يا سيد او حلك وغصو بحي لحريرا ددوينها او مسؤول كيهي منك هو مسؤول ايا وكيل او ريركي سو مسؤول كيهي منك هو مسؤول ايا وكيل او ريركي سو مسؤول كيهي ناكتون او مسؤول او قرغ ننك ادعي المهي سبي مسؤول كتهي هذا لي جبوبتي قف والباوى مسؤول وانا لو يدين يا وحي امانة اهو قعنتي سكجرة ايا هول ايا ضبا حديث كا بخاري ايا مسلم بعدقاي فبيتانا قوني بالو حصي والمرأة راعية على بيت زوجها وولده ناكتون ومسؤول او قرغ ننك اذا ايا علمه سبي مسؤول كتاه امن عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة متفق عليه أبو يعلى مع قلب يسار الله كرى لنقضي وحجري وحان مغلي نبي صلى الله عليه وسلم وله قفكي لوم غعاب حل أو مسؤول لو غلق ذاتك إساقون خيانا يا إسيدا كل انت لوم أو غلان دون أو واك حاران إنو غلا جنة غيري دي ستبادد بخاري يا مسلم ورين كربا وحي لابهي حدي أوسن كترين ذاتك هستي سجوغ السمان تودا او او شغين سيدا عدي هفنان له مهل دوان حتى عرفت جنة ورينت مسلم حيلاته حدي قفلوح السار ارمها مسلمين او كدن لآده انو او شغي ارمه ذا سيها قر لآله او سنة كتر انسمانته ذا لما قل دوان جنة مسلمين حديث كا مسلم بوكويل ادوغو واحد مسؤول كتهي قريقاقا او مسؤول كتهي دوكسيقاقا ايهو شعاد حيسو اسكا الالي او اسكا الالي انا تيما دمالين تقيامها ايضو مدوال باو المها كمده ظلمي عدو جيستي كسارنتهي او قبركستو قبده هذا كمده كو اشتكيسو ايقوله ما اذن نفر خير ما اذن نقرب حمان نقو منا اذن بربار تقوى ايسو بنان واسدا سيسكجر انا تيما دمالين تقيامها ايضو ارض يدوالبا اي كوهي ستدنبي انا اذن كو بربار اوجد وحو يري الله اي وحو يري رسول كيسي صلى الله عليه وسلم مركز وحلو دخمي او وحلو كلا قادا وعمل لصوبا اما عمل لحن وحي كاقادا حسنات كاقا او لغو ساري دنبيدو ده كدب وحلو بطور النار الله كاكوريه عذاب تأي عرض الله عليك اي مسلم اي مسلمات كستا دقيسو مال انت اي دادكا استاقي دونان بانكا قيامو مال انت او اللي اران دونا سيدا سو عرورتي وحان كدارتي عزة ديدا اي هيبة ديدا ان ايضان ما انت هل كان كتاقين يدو قف كل ايه قفن حق وحان كدارتي عزة ديدا اي هيبة ديدا مدعا في دونا بون دادا نارتا كورمرتا دالم او نارتي كغهوبا وحال لقبان قعانتا ادونكا اللي اي قعانتا ادونتا اللي مال انت قيام السيد او يري ابن مسعود مركز با او منك دحضوت لقد واقي كاني واهبل اما تاني واهبلايو قفكي حق لهو حقي سها او يمادو مركز ايها وينتو كفرحي دونتا اني حق يالتا ابهد ايو ولالكيد اما ننكيد اما هو يدد فإذا نفخ في الصور فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون مجري دونت قرابا نمو كد حيسدت كمال انتاس او وحنا اسمه ويدين دونان متكود بكن كلي يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه مالين تابو قفكو وحوك عرر دونا ولالكي ايه هو يدي ايه ابيه ايه حاسكيسا ايه عروتيسا قفل بمالين تاس وحو يلان دونا arin ku filan ee ka yeesha inuu ka dan laado dadka kale ee isjiray isjiray yeesan noqon wiilashaadii iyo gabdhahaagu kuwa kugu mudaca alla agti ood markaas hoogto allah naga koriye hooga adoontii allah walaashay muslimadda ahay ma rabtaa miiban
فرحد رين رين برواق براره مربتا خير كدا يسوبنو ينكي سياد اللي بانتو الدنيا آخرة بو او فلا عمل صوبا او داعدو او هو الله او ويرتسك الدين تألا يسوبنا انت ادونتي الله ووح لغمر قوده ان لم اقله يوين ان حتى فاتحة اخرين اقوان اني قريها جوغان او اين حلين هوين وحبرا هويوين ان قرانين حتى سيدو لو تكده بل ان قرانين احكان لحرير هوينك نمبا مر انت الله فريستريركي سعودن اساغو ايغا هي هير كودا اقوانت دينتا كو يره هويدي هويو اخر فاتحة اساغو ربعينو اوغادا اني تقاني انكلا وحي تري محا فاتحة اللي يره هذا ماندو وحو يري مركي آد الله أكبر تراده محاد كل هذا الصلاة ده هويي وحي تري وحان إراهده ما آخرين كتاب أو مدقان حساب أئيه كري عذاب دعدي دوا تضبات صنو وحان الله يحي وحا دعي كرتيني قوري يذي جوغان دمر أقول له أو قرآن كإن بضان كحافظا فهنسن تلاوهي تفسير با لكن سو وحان أبرانا علمي ما آها إنان كو عمل فلنا إوا إنان شهادة كو قادنا ee adiga iska la weyno walaashay muslimada ahay inay sida noqoto danta aad ka leedahay cilmi barashada waa lagu weydiin doona wixii aad baratay sida aad ka yeeshay wuxuu yiri rasuulkii allah sallallahu alayhi wa sallam la tazulu qadama abdin yawm alqiyama hatta yusala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala fihi wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح نبي صلى الله عليه وسلم وحجري الدونك وتاغنان هيا او دينعنا اندقاق ما يمالنت قيامها الى السؤال دعديسي سيدو او كدميي اي اقونتيسي اي سيدو او استعمالي اي مالكيسي ماشو او كتبعي اي وحا او كبحيي اي حوقيسي اي هلكو او كدميي ترمذي وحجري وحديث حسن صحيح maxay jawaabtu noqon doontaa khayr qabooyin kudda yasuubanooyinka sidii aan iri oo isku eekaysi oo ku amal fal wixii ay ku amal faleen oo qaadraadkoodi bal inuu alle kula meelkeeyo wa tan saara afadi al khaliil ibraahim alayhi salaam waxay uskatay alle azza wa jalla oo magan gashay waxayna ogaatay alle kolkii barwaaqada iyo baraaraha markaasuu isna ogaaday waqtigii dhibaatooyada iyo lurka waxaa looga kaxay gurigeedii xoog oo waxaa loo qaaday qooqaagii masar ee waygaas wuxuu u soo istaagay isagoo doonaya inuu ku fala faaxisha wa xille wahweeni daciifa laakiin si caziizad xoog la'ah markii ay qabsatay xariga rabbigeed ee adag subxaanahu wa bixamdih waa istaagtay oo way seesatay oo u kacday inay tukato oo ula xiriirtay rabbigeed subxaanahu wa tacaala toos dhexdooda cidna ma samaysan iyada iyo rabbigeed uma yeeran addoon addoommada alle ka mid ah ma oran cabduqaadir jeelaaniyow aweysow walaa ow cismaanow uma yeeran nebi walaa malag waayo waxay ogeed alle oo cid kale loola yeertaa inay tahay shirki iyo gaalnimo ma cuska nebi malag weli sheekh duq hore awoowo hore iyo wax lamid ah waxay cuskatay allah keliya waxay bariday allah keliya waxay u yeeratay allah keliya waxay la xiriirtay allah keliya waxay magangelyo weydiisatay allah keliya waxay dalabtay magan alle mana raacin magan rasuul waayo waxay ogeed in raacinta magan rasuul ay shirki iyo gaalnimo tahay taasina lagu lama yaabayo waayo waa afadi xaaski madaxii muwaxidiinta alla mideeya ibraahim calayhi salaam oo cibaadada sida baryada wax codsiga gargaarsiga magan dalabka wacalaacalka cuskashada tala saarashada isku halleynta iyo wax lamida u gooni yeela allah muslim muwaxida waa kii barya alleh oo keliya gargaarsada magan gala u calaacala tala saarta isku halleeya cuskada allah keliya waxay la xiriirtay allah keliya oo tiri allow maadaama aad ogtahay inaan ku rumaysanahay adiga iyo rasuulkaaga iyo inaan ka xafiday jirkayga iyo farjigayga waxaan ahay ninkayga allow ha igu salladin gaalkan allow ha igu salladin qooqaagan allow iga filnow oo igu difaac wixii aad doonto markaasuu gaalkii meeshiisii ku qalalay oo ka dhaqaaqi waayey allabay dhowrtay waqtigii barwaaqada markii ay magan gashayna allah waa uu dhowray saa waxay dhowrtay waqtigii dhibaatada
meeshiisii buu ku qalalay qooqaagii oo kama dhaqaaqin, markaasa haddana la sii daayay. Markaasuu misna u taagay mar kale gacantiisii, oo haddana xubnihiisii qalaleen oo sidii hore oo kale noqdeen. Haddana wuxuu ku soo fidiyey mar saddexaad iyo afraad. Ugu dambayntiina wuxuu ku yidhi askartiisii, ima idaan keenin waxaan ahayn shaydaan u celiyay Ibraahim oo adeegta uga dhiga Haajar, ma aysan noqon oo keliya iyadoo la xafiday oo xafidan, bal waxay soo laabatay iyadoo wada tajaariyad loo hibeeyey. Waa Haajar, allaha ka raali noqde, waxay u soo noqotay Ibraahim calayhi salaam iyadoo dhowristii alla ku dhoorsoon, waayo alla weyne caza wajalla wuxuu yidhi, faidaa balagna ajalahunna faamsikuuhunna bimacruuf أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كي كستو كعب صدى الله او باري او هذا وحو ايالي دونا جدو كقبح لباتا كستا او وحو كإرساقي دونا حق إلى أوسن مرنا بمالين كرين او كي كستو اسكوها ليا او كوكر صونا دا او تلسارت الله حدبا اللي واكافين دونا. وحونا يري رسولك الله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك دور او اقو الله هكو اقادي او هكو دوره هدب عزادة يشرفت وحي كجرتاق عنت الله قفكي الدومها عابدانا الله واد اللي ميضون هدب كدينين ولا لوين ايضا ميضا السدي بين الله او كتاقين وحي اذن كفوقين الله ما تكسو جدان برشاد كتابك الله الله عليه وسلم إيا برديسة إيا قاسينتيسة إيكو عمل فالكي سبع أوت كمت نقطان كوي وكيري نبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وحا إذن كو خير بضن قفكي قرآن كبرته فهمه كو عمل فله ودتك كلنا سيبره أو غيره انتاسو كلي معها إما كدغت تصالة فاضمة بنت رسول ee ku barbaartay guriga nabinimada ee dhadhamisay wixii uu dhadhamiyey beytka oo rafaad iyo sila ah alla dartii caza wajal. Waxay arkaysay aabbaheed sallallahu calayhi wasalam isagoo diinta fidinayay inuu taagnaa saf keliya, aadanaha intiisa kalena ay taagnaayeen nidkii saf ah oo ka soo horjeedaan. Waxay arkaysay isagoo salaad ku jira midkoodna xaqdiidyadii uu leeyahay kii neebaa sugi midkan istustuska ah ilaa uu ka sujuudo oo dabeeto dusha ka saare mandheerta geela reer hebel soo tuuraan. Waxay aragtay taa iyadoo cilmi yara oo ku barbaaraysa laa ilaaha ila allah muxammadan rasuulullah intuu sujuuday aabbaheed oo mandheertii lagu tuuray dhabarkiisa, saamo uusan helin heliye alla ka suko, waxaan ahayn gabadhiisa faadima iyadoo gashaanti yara oo markaas ku soo oroday oo ka qaaday iyadoo habaaraysa kuwii sidaas yeelo caynaysa. Waxay soo joogtay heerarkii dacwada nebiga markii uu maka joogay iyo markii uu ka soo haajiray iyo markii uu ku nagaaba. Bal fiiri sida ay ugu dhaganayd diinteeda oo ugu dhaganayd dhowrsanideeda iyo xushoodkeeda iyo sabarkeeda weyn. Haweeneydaas uu guursaday Cali bin Abi Taalib, allaha ka raali noqde, dahab iyo qalin midna ma qaadan oo ma gelin daar villa ah, ee waxay gashay cariish dhooba ah. Alaabtii loo dhigay waxay ahayd barkin lagu cufeeyey caleemaha geetimireedka iyo aashuun iyo laba dheri iyo shiida ay ku shiida soorta, allaha ka raali noqday, iyo hal dirin iyadoo ah marwada koowaad ee haweenka ahli jannada. Xaaladeeda ma saameen qadarkeediina wuxuma dhiman, bal u fiirsada markii uu ka sheekeynaya ninkeeda aakhirkii noloshiisa. Waxaa ka waramaya Cali radiyallahu anhu wuxuu yidhi, waxay ahayd gabadhii rasuulka sallallahu calayhi wasalam iyaduna ugu jeclaa ehelkiisii. Waxay soorta ku shiida shiidada bay gacmaheedii saameeyeen, ceel soo jiidkiisna la caatooday.
dhageyso waxa ay tiri maalin ka mida maalmaha waxa u khayr badan haweenka inayan arag rag ajnabi ka ah ragguna arag iyada waa hilibka soo ga'ay nabiga sallallahu calayhi wasalam waxay ka qaadatay cilmigiisa iyo xikmadiisa iyo fiqigiisa sallallahu calayhi wasalam eeg marka ay shiidayso soorta oo biyo soo dhaaminayso oo ceelka soo jiidayso oo dabka hurinaysa iyadoo saabirada aan ka xumayn aan sheeganayn aan ka hor imaanayn qadaha alle iyo qadarkiisa intaas waxaa dheer iyadoo ku tarbiyeynaysa wiilasheeda tarbiyad iyo barbaarin weyn wax ku barbaarinaysa kitaabka alle iyo sunnada rasuulkiisa sallallahu calayhi wasalam iyo inay alle wax walba ku ogaadaan yay soo saartay marka xasan iyo xuseen amiirada shabaabka jannada iyadu waa gabadhii kuma waa hooyadii kuwama waa aafadii kaah yaa kula siman sarreen uumanka aabaheed waa maxamed sallallahu calayhi wasalam uu jibriil tawxiidka ku barbaariyey calina laysma weydiinayo waa seef arrinka alle galka looga saaray waxay ka dalabtay rasuulkii alle sallallahu calayhi wasalam mar inuu u keena cid u adeegta shaqaale ahaan muxuu ugu jawaabay sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi may wallaahi inta uu jiro nin asxaabu sufa ah oo sabool ah u baahan luqmad ama jab muufa ah ama waa sida uu yidhi sallallahu calayhi wasalam markaasay gurigeedii aaday iyadoo ku noogtay howlihii guriga waxaa u yimid deeto nabiga sallallahu calayhi wasalam oo idansaday soo gelidda guriga oo u soo galay iyada iyo cali oo hal dirin ku wada jiifa markaasuu ku yidhi sallallahu calayhi wasalam ma idin tusaa wax idinka khayr badan shaqaale yaa yidhi sidaa waa midaan ku hadlin hawadiisa waxyii loo waxyooday ma ahe wuxuu yidhi marka aad u hoyataan gubashiina alle hufa yacni dhahaya subxaana allah 33 jeer oo u xamdinaqa alle waa dhahaya alxamdu lilah 33 jeer oo takbiir la imaada waa dhahaya allahu akbar 33 jeer sidaas baa khaadin iyo shaqaale idinka fiican ma falnay sidaas oo kale gacaliyayaal balse ma barnay haweenka yaga inay la yimaadaan wardiga oo kale jiifka ka hor waa u kaalmo iyo miciin weyn guriga wardiyada nooca oo kale ah cali radiallahu canhu wuxuu yidhi wallaahi marnaba kama tegin wardiga sidaas baana ku sugnaan jeer aan kala kulmo alle waxay yidhaahdeen ma xitaa habeenkii safiin wuxuu yidhi xitaa habeenkii safiin isagoo dagaal qaraar ku jira xitaa muusan ilaabin inuu la yimaado wardiga waxaan idinku leeyahay walaalooyin qabsada wardiga isagaa idinka fiican shaqaalo idin shaqeeya ah fiiri faadima walaashay muslimada ahay kadibna fiiri dhaqanka haweenka nin kasta iskala istaaga nin kasta iskala qosla rag kasta iska dhexgala ragga geya aan ka indha laaban iyo siday isugu ekeysiyeen naagaha gaalada xagga labiska socodka iyo wax lamida weenkaa iska safra muxrim la'aanta iyo wax lamida ilaahay baan kugu dhaashee walaashay muslimada ahay adigu waxaad tahay tu sarraysa oo waxaad tahay sharaftii oo waxaad tahay dhowrsinadii waxaad ku saramartay oo ku sharaftoontay iimaankaaga ku dhowrsanaatay ku dhigidaada diintan ee sidee bay gobtu ugu dayan mid gulah oo tii koraysay ugu dayan tii hoosaysay sidee buuna qof daahira ugu dayan najis iyo fadaro qofku wuxuu khayr ku jiraa inta uu xishoonayo wallaahi baynana noloshu khayr lahayn iyo dunida marba haddii la beela xishoodka waxaan ku xusuusinayaa mar iyo laba iyo saddex iyo ka badanba mu'minada daahirka ah ay ka sheekeeyaan ragga taariikhda qora in lagu dilay wiil ay dhashay mid ka mida duulaamadii nabiga sallallahu calayhi wasalam markaasay dhex martay meydkii iyadoo raadinaysa wiilkeedii iyadoo xijaaban tin iyo cirib wejiguna u daboolan yahay oo aad u xijaaban markaasaa lagu yidhi sidee baad ku helaysaa adigoo weji dabool kuu saaran yahay waa intaasoo aad garan weydo waxay ku jawaabtay jawaabta mu'minada dhabta ah jawaabta tu adeecday allah waxay tiri inaan wiilkeyga waayo baa iiga roon inaan beela xishoodkayga iyo diinteyda allah wuxuu yidhi yaa ayuha annabiyu qul liazwaajika wabanaatika wanisaai lmu'miniina yudniina calayhinna min jalaabi
رحيما نبي وشيك فوين كاغا إياه قبدهاغا إياه وين كمؤمنين تا إني كسي دايان جلباب يدودا حجابي أما شكوين كوركودا أودان يعني إني قريان ودبولان جلر كودا أويدل إن دها ما أهي أما إلكلية أويدتك كو أركان والله بان كغير بضنين بيتر هويوين كمؤمنين تا إياه وين كمؤمنين تا إيا حتى قبل إيسا صلى الله عليه وسلم لكن هل هايسك يقوى كد إذا حد إذن قارين ساكو ديشادو قبت واليبانه وانا كان رسولك الله صلى الله عليه وسلم ودرينين سي اوغدونا قبر كم إذا قبلها أنصارت مركاسو ننكي انتو ريركي قبر دالي ايميد ووحو كجري رسولك الله وحو إيدونا يا قبر دين وحونا ها ننكاسين فولهم أو صبولا saninkii gabadha dhalayba laba laabeeyay oo hooyadeedna sidoo kale laba laabeysay sa gabadhii la soo doontay ee ku barbaartay iimaanka iyo kitaabka iyo sunnada fa inta soo baxday tiri mu waxad celinaysan amarka rasuulka alle sallallahu alayhi wasallam xaggee ka gelaysan qoolka alle وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وما هبون قف مؤمنة لب أما ددك مركعي الله رسولك سأرين قويان إني إيغو ياشان أخيار ترادو دعا إيغوريا بيكري الله إن ضيع الدوني ما أركتن ولا لوين أجيب الدعا اللي مركي وارنغو يأسقا أما رسول كيسا صلى الله عليه وسلم إيه كدك تتصال سوبنو ينكا سمية وحي قادة إسلامك سوال صوحري أولا قراعي أولا دبي إيغو دوني إني كساران دين تيدا وحكا لنكم أين قرين إن رميسة ما هي الله وين جل وعلا سوى الدين إن كان قط الدين تا ويا وحي أوجد إن حق تاجن تاي ديت محاك دعي وحاك صعرضي إسوع أن ملن أوجوا بن هبرق به أبو جهل إسوع أبا جعنت كسيتة أو أوجد فتي فرجك ابتلا جد لصمية يدو حال كذو ليهي وعجلت إليك ربي لترضى وحانك وصو دقدق أديك ربي يو سيادرها لأن قطه سوى وحي أهيد شهيدة تي أهريس هوينك إسلامك لو جل بإذن الله كواس قهر هوينك دي فرعون آسية كر ميسي توحيد كبيت وشوغي مدله أنا ربكم الأعلى وأنيق ربي جين كرة كمر بن دمن دابيض قوقاقي إني حق قاضته كما بقن حوقيسة أو كما بقن حد قلب كيسة markii ay u cadaatay islaamideedii wuxuu ka dalbay inay ka noqoto diinteeda sawadida sidee bayna ku suruuda muslim diinta fahmay inuu ka rido oo dib xirbihiisa ugu laabto muxuu ku falay fir'aawn dabadeeto wuxuu ku kala xiray labadeeda gacmood iyo labadeeda lugood afar tir kadib uu intuu xirxiray ku tuuray cirida oo u diiday cunto iyo cabid oo garaacay garaac weyn oo jeedalay oo xil saaray kuwa jeedala saa waxay tiri maxay tiri oo yey magan gashay waxay magan gashay askumaha cirarkii dhulka kaliya Allah waxay tiri وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وحي تري ربي غيق يو ايغا ديسقري لجركا جنة قد هيدا او ايغا سمت بحي فرعون يا عمل كيسا او ايغا سمت بحي قوم كأظالمين تا مشركين تا ايو حمان فلياشا ايا قال ذكو قالو ذا الله وحان اللي يري markii ay sidaa tiri daahyada jannada baa la qaaday ilaa ay aragtay gurigeeda jannada oo nuul cad oo gudo weyn ah saway muusootay oo dhool birtay iyadoo la cadaabayo ilaa ay yiraahdeen tani waa waalantahay waa la cadaabaya haddana waa qoslaysaa wuxuu yiri abdaxaak saa wuxuu amray fircoon intaa kadib
إن دقح وين لغوك لبراج يمد هذا لكن سالله باقاد الروح ذي انتو سنقش سوكار وحون وغدق التصالة مؤمنين ما أردتين قاعلي يال يا ولا لوين سيدا اي مؤمن دعو خيرنا تعالى اللنا ادور سبحانه وتعالى انتا كلينا ماها وحال لغي يابا انا تراهضان كواسي وحي اهايين واهر او تغي مركا وحان دين شيق دونا تصالة عصر قناه وإسلام مركا اعرقتها وين كبادي سيدا ايهين يظن كبغض اللوين عز وجل وحي نعوغات ان عرب كنير وهوجي قلبي بضم ونو كر ذي قد كمد قدس كنارتا او كيالي اني ميلك قد عان شرفت مسلمين تا ميلك قد عان شرفت مسلمين تا وكو أروريد نار ساماركي اي هوين داسي وحفا إذا أكوى إذا كل النذي هوينك بيقوري قيدي كو إكاتي ماركي اي عرفت ان هذا الكود أبداي هاي هبلاي أور بيقاتي هبلاي والا صوفري هبلاي ننك إذا يدوا استرسيهين او يعرفتي دمر هباري يعروف توضا او يعرفتي هوين انتاس وحمانايا او اسكو در اي وحلمي ذا كشاقينايا مركاس بيقوري قيدي كو إكاتي او كفقاتي يجي اوضان ايضو حسيس الله هبيني يمالين سر يساق او اخرينيس قرآنك ويكفقاتي هوين كفالي يدوضا وقالوهو دينا كدراتي وحينا لهيدوي البارئة ساهبين كم يذهبين نذا ليضا اوك اجرتين هبين ساهبين كم يذهبين نذا ليضا اوك اجرتين هبين نذا سلاة الليل ليضا السيدة يلي اجرتين هبين كستا هل كهبين نذا قريها بضان كود لغوصو جيدا افلان يحيسو يحن يقرن كلا مركة اسلام تاس وحي كسو جيد اجرتين هبين كي سلاة الليل ساهبين هبين نذا كم يذا بيقو يرتويل كيري حبين كي او وحير كلمان وحي ترويل كي بيو واي كان انغو سجوسا ان حبنا دقاجين واي ساوحو لعرر اسبتال باربو واها وحو دونيا اني عافماتو ساوا نور قرق افيئه حستا الله حبين يمالين سير يساق وحو ولتك دقاتير وحكستي سكوديين لكن قرمو آذان وحكي قبان كري قدر الله اما باجين كري وحي كوي دي ستي مقع اللي انو علي قرقا ساوو قادي او قرقا لاذي او اووي سيي او تري او علي سيدي ان احا مصلحيكي حالة دي سجودة وكو علي ساحوغا كدي بي او يرتي او تري امان الله ويلكيو الله بانكو امانيستي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله او دمتي وحي لكولان تألا ايادو سجود سن او دقين ايادو سجود سن او وحي كفنان ايادو سجود سن وحانا لغوتو كذا ايادو سجود سن وحان لو قاضي قبريغا ايادو سجود سن او لقريا قبريغا ايادو سجود سن قفكنا السيدي مركي او دمان اي اهابا لغو صوبحين دونا قيامها وحان لصوبحين دونا ان شاء الله ايادو سجود سن قاعلي يا رجعي حوين با حوين با انتا صودن اكعيسي سلاة الليل قار كيغانا ومكع سلاة الليل حتى ساعات اما بركات اما دقيقة دو اما حتى لبركات وكل جين ينحرست الله وحان لي حيكود اذا اسلام تاس اللان وحو اذا سيه وحو سنسين وقوة يا عافنا با كانين وابو القدامى الشامي انت مر اخد بيدتك او حصي فضلك جهاد كألا درتي يا اهمية ديسة سامركي وكسر بحي مسجدك والله بالله إن لو ديار قروب جهادك أبو قدامة إساقو ميل مرية مثل إسلام بأو يري سؤاله أبو قدامة السلام عليكم سلامتك موسى قادم واي وحو كبق إني في المصر أو واي النبي وحو يري فاتقوا الدنيا واتقوا النساء اسكجر أدونك واسكجر أحوينك أو كما قادم تيكو وديتي لبعض تيسا دحاد وحي إسلام تتري السلام عليك أبو قدامة سيدا اسمي لاندتك وناكسني سوان استغيبو يري او هاوانتي وصو صوتي وحي تري وحان كو لغيستي ادغو جهاد كدر على داتك كو بورينا يا ساو وحبان اسكبار باري منهلين وحكا قالسا لبضان حرمو او تنتيدا قادو او افحر او غدك فارسكا قدر على وانتا سو لغم ديالا كو اجهادة ارنكا على لا اله الا الله وحي اجريسا تنتيدا سلو وحرا فردها على يعيدنكا تكلنا وحي أجري ساتي مهيدا سيأي أوئي كاتناغها حن محي كالفوقيهن باري يبوغه محي كالدوينهن لبدا كوحود قعالي يال قفكي قولا إسوء كيسي يوغو كميده بل كور رمها وينتن ما لنتي حكتي
وحو يري أبو قدامة وحان أبحي جهاد كدرع له مسويل يرو كريعة بان نقدب يميد إساقو له أبو قدامة وجهك اللبان كووي ديستي إناد إيو أقلاته إنان كقيب قال جهاد كدرع له وحو كو يري وحاكو قطو من فردها وحو يري إلهي مقعيسان كووي ديستي إناد إيو أقلاته ساوحو يري أبو قدامة حدا بها ديلو قد له وإناد إيقا شفيع ذا الله تاسا شرطي أه وحو يروي الكي واضح ساوحو كو قاتي فرسكي سيئو لتغي إلا أي اسكهر يمادان عيدان كي روم مركي أي سهلان عيدان كي روم بوحو يروي الكي يرا ألا وجهي سيئو لي بسدح في الأرض مركاسو يري أبو قدامة واضيع إيسا وحو يلكي يرا ألا وجهي سيئو لي بسدح في الأرض ساوودي مركز سهل فلار انتقادي سلام عليك أبو قدامو بسم الله وقمي سهل قال بو كدلي ساطل بعد بو قمي وقال بعد كدلي وتيس الدحاد قمي وقال كلا كدلي سافلار با كتمد وكل ذلك قد عدي وفرسكي كدورتي إساقو له نبد قلي أبو قدامو سلام سقو تيس وأبو قدامة انتو كدق فرسكي كدبتكي ويري ها إلا ويندر دارنكي ها إلا ويندر دارنكي ساويلكي وحو يري كانينا وحادو قيسا هو يدي وحو يري أبو قدامة واتي هو يدا وحو يري هو يدي وإسلام ديو كسيسي لبدا تدو عاتنتا شريتو بل كورما قريها مسلمينتا سيدا دبتا أهلو تربية لا إله إلا الله محمدا رسول الله ما ركتين قريها مسلمك مثلو برباري لا إله إلا الله محمدا رسول الله والسداسة حوجد يواناك سني أبت كواهنو نساء والتاصفيانا بنت عبد المطلب نبيك إيددي صلى الله عليه وسلم هوين إذا سهول كركا أهد أصو صارتي أمة دهليي سيف أقاتا الرنكال وخد انتنين كذا وحونك يتك زبير يسقو علماء وحي كبر بارسي أدعيك إيا حوك إيا فردفول كمبر بارين جلجلاء إيا راح جعال إيا ستشبين حير ما انتو ويلاش إيا رقبا نقضين رقل مود أن رق أحين وحي عيارتي سكبه تشيس فراشو إيا نشافتن أو كما ديجن عيارتي سكبت إيا بشكليتي هاد بقيس ولا قوشد وحي أهر مريني سوح والبو عفسلة وحي كتو ريسي قطر كستا وحي ربتا إنو كان نقض حوبين واحتر لمجتمع مسلمك هدي أوكا قابينا ويقرا عيسي وحنو جنيسي هير وميت كميدا أدي ردي اسمالين كميدا مالمها كويري ويلك واحد أقرا عيسا سن عيبي نحريس لعنا إما واحد أقرا عيد هويو ساوحي تلقف كيير هذا السيدة بين بوشاقي وحان أقرا عيا إنو كبر بارا أطاديك أو حوك سيدة أو جبية عيدا كعدوغا أو صوت حابتو وحي أوها جرتي المدينة يضو مركاس لحيدا كلو وحي كسو تكتي مكة يضو أولا عرى رئيس الدين تيدا مدينة ما لنتي أحدنا مركي أي عرق تيوحي كل عاي مسلمين تا يضو كورا بينا يسبيو وحي أصو كعد السيدة عار أو وران كقادة تيميد كميدو كوي لسو جبيي أو دح مرتي عيدا كي يضو عرتمي سؤاله هوقين موحد كغتكي سنقوبة رسولكي الله صلى الله عليه وسلم مركزو نبي صلى الله عليه وسلم زبير ويل كيدي كجري كجار هو يضع السعيلي او زبير يل هوي 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 صلى الله مركزي ترى الله هو يضع ويه وحو زبير يري هوي رسولك الله وحو كو امر يأينا صلى الله عليه وسلم وحي ترى امرد وحالي الله يا رسولك سعو استاكتي او دبيت ترى والله وحي سو قاري إلا سروجي ولالك حمزة واسا صبر إلهي درتي سامركي ودغالكي وحود دماضي بي وحي سوكو استعتي ولالكيد او علوشي سي دبدا لصوديقي او بيركي سي لربحي او دقاها يسنك اللا جرجري او لسروجيي مركاسي اللذن بداف اوباريضي يدوله اللا درتي بي كسو قارين انيقونا وان كرع اللي اهي قد درتا اللي ما ضرورا ما قراء عند بالنظا ما جيح جيح عند الكادي ساسن لغما بالدوري او واتا مالنتي دقالكي قدكنا دقالكي احزابتا مركي او نبيقو قليي قلعاد اذاك هوينكي مؤمنينتا كغمان او سنتيقين وحرقا ساعيدنكي وحو اذي قدكا ساوحي عركت سفيا يهودي اصو دومان ايا قلعادا اسوغو دوني ايا انو ويغوه اني قلعادا جوغان رق ايا انكرا سي يهود او قلان قلعادا او اصو تحابتان هوينكا ايا عروف تقفا لحان مركي اي عركت سفيا وحي سو قادت التير قلعادة كميدة او كو ويررت الا اي كدشي انتاسنا او غمهارينه اي انتا قورت قوسي
بقلعادة كورك هذا فوشي أو مدحيس يهود كصالح تورتي مركاسي هذين أول بوان أوجين إنه محمد رجل آن كتجين هوينك الله كرا لنقص صفية وحي تربية سويل كيدي تربية أوناكسن وحا مصيبة كسوغارت ولالك تساوى صبرتي وحين أشقي سدينتن وكوينت هرقلنتي سنة أهولك شيء وانا سدا سدا لغا دوريا هوينك مسلمة دها أهولا لوين هوينك تصالها وناكسن هي ويبدينهن وبدينهن وحان كسو كوبينا هوينك تصالها وناكسن تصالوين كان إمام أحمد بن حنبل هو يدي وحو أبيه إمام كدنت إسوا إلمن يره مركز هو يدي أهل صلاة كإيا صون كإيا زهد قاهد كفالة قاضي أو تربية دي سو أقنتتي وانا سلاس كالنت هو انت مؤمن الضع مت صوصار تحب نصوبا وحي كبر باري سويل كيدي جعيل كالله إيا رسول كيسة إيا جعيل ككتاب كالله وحو يري إمام أحمد وحي إحفظ سيسي قرآن كأو عندما يعني قطبا جيرة قفكي قرآن كحافظانا حافظت فهم يكو عمل فله وحو كان صدى النبي نمذا لبدي سيقو يود وحي إكا عنجرتي وحبدا كهر صلاة فجر أو إيكو لينجرتي بيو وهي عملة بغداد وحي هيد من قبو وإي اللي بيسي جرتي داركن أوفي عن مركاسان عليك إيا يضا وحي ألا نوقري وذاتو كنجرني مركاسان دبعتو آذي جرن المسجدك يدو آدو حجابا ويجدك وحو أها مدفق ومبدئة مركاسي كو وذاتو كنجرين المسجدك إساقو تبنجرة وحي كدب مارين تقلين كيدي هوري بري جرتي علمك أو سفي عن أسر بيين جرتي سئو أغن نغضو حبين صوبا مجتمع مسلمك أنفع مارين تا أي لكولون تألي جل وعلا وحو يريسا مركي أنقاري لحي طبن جر وحي ترويل كيغيو ودوف برشاد حديثك نبيك وهي برشاد يدونست حديثك نبيك وهجرة حق الله وحي ودياري سحوغا ساد يساهي سفرة دبي تطيري أمان الله اللان كوكشدي أمان ديسا وكتغي أو أكاعي مكة إيا مدينة إيا صنعاء أو صون نقضي إساقو إمام أحمد وحونا أكتغي أمضى وحي أكتغي علمي هو يدينا وحي لا ذهي هدي ألا إدمه حسنات أولكما انت أوليها إمام أحمد هي انت كعمل فش عملك أحمد خير كأمضى نكجران وبدينيه وبدينيه مركة هدي أيها أهان لها ينها وإنك سيدا أنصر شغني وحبضن بالغة فدري لها إن بضن وكمد رقه وسيداس ميي كو عجبيين تلمامها هوينكا ولا شيء مسلمه دهي هدي اي كو عجبيين تلمانتو وانا سنه قفليه ولا غدايدا يسكو دي انات كو دايتو او اد كا قادته وناغا ولا شيء مؤمنه دهي عدوغاغو وا بدن يهن كو دونينا اني كو ادكسدان دومينت دينتن اي حشودك اي دور سنه وي بدن يهن او بدن يهن وحين نكون كران كو مغاعي موقال كنا لا وداغا وحو ميد كود يري مرنا بحالكم ما هجاجيو شير أيها وأنت مسلم الداهي كقاعدة حجابك وجه كذا أو قرآن كلا جسار وجه كلا جعميو متكلا نوحو جري كوب خمرة يهستا وحي أبر بريان أمضى النبي محمد سئين أبر برين كلا المدافع ذي يجنت الله كوها فيها هو ينحن حن يا مع معنا ذا حياة ضع قوان كابات كقاعدة أضون تي الله يكواسي قوان كلا فيلي إن هذا كقاعدة تان وإن هذا قبستان دين تر الله أو كل جوك ستان حدود الله لكن سوحان أرقنا إن إنان أركن بان الجعلان لهين وحان أرقنا مرمر متدر حيران أو هدنا قاون وحان أرقنا مرمر هوين در عرير كوا حيران أما در كي رقل ويقين حيران أما در خفيفة حيران أما در قابا موحا هدبا وحفظت aan dib lahayn kula noqday walaalay xirashada dharka gaalada walaalay ma waxa ku raali gelin inaad ka mid noqoto ahlu naarka ma waxa ku raali gelin inaad ka baxdo dhaqanka islaamka iyo aadabtiisa iyo anshaxa iyo asluubta fiican inaad ka baxdo aadabta quraanka iyo sunnada oo aad qaadato dhaqanka yahuuda iyo kristaha ma ku raali gelin in gabdhahaaga iyo marihii qalbigaaga naarta lagu taxantaqayo ma ku raali gelin inaad gabdhahaaga u xirto dhar أي إستجد لك تحشوتك حشوت كنا إيمان كبو كم ديهاي موحاد رالي كتاي إن قبضها يقول الله صوبان ديكو سيدا بدي عد الله صوبان ديكو إيقو وحفد نالي سيو إستجد الله ديو متكستو أخلاقهن إيجد اللي والبا إي أهداشا كم ديه مكرالي قرين إنا تحيرته أما اللغو حيرت دارك أهل النارك ما يقبض دي إسلام كوي مرنبك مرالي هان دونتين حنا كرالي نقون سيدا سبال الرجين
hoyaadkaadu iyo gabaadkaaduna waa diintaada weyn ee dhowraysa sharaftaada xishoodkaaga dhowrsanidaada waxay ku amartaa diinta xijaab iyo xishood markii aad ka tagtaa waxaad u bandhigan tahay cadaabta alle aakhirada adduunkana waxaad u bandhignaan dhurwaayada doonaya inay dhaawacaan oo meel kaga dhacaan sharaftaada oo ugbaadkaaga iyo dhowrsanidaada dhookheeyaan waxay doonayaan inay kuu dhammeeyaan si aad noloshaada hami iyo hiyowaal ugu jirto haweenka qaarkoodna allaha hanuuniya waxay dhegaystaan hadalka ragga ardaasha ee foolxumada iyo waxa xil kale ugu yeeraya oo aadaan oo waa sida ariga uu horaya kan gowracaya isagoo geen kawaanka gabadha islaamkoy gacmo xun oo baas ee dhagar badan baa lagugu soo fidiyey habab qoraallo soo jiidasho leh iyo wargeysa xun aflaan baas hadalle iyo weerooyin dhalanteeda iyagoo doonaya inay kuu soo saaraan hooggaaga iyo hehaabkaaga imisaad tiraahda duf ha ku baxeene iimaanku waa qalbiga ee ma aha jirka oo la qariyo wakaburat kalimatan takhruju min afwaahihim in yaquuluuna ilaa kadiba oo waa wax daran kelmadda ka soo baxda afafkooda kuma hadlaan waxaan ahayn been waxay doonayaan inaad soo qaado tallaabada koowaad oo ah tan ugu adag masaafada kunka meelna waxay ku bilaabataa hal tallaabo waxay doonayaan inaad noqoto faajirad fasha waxille iyo fawaaxish iyo foolxumooyin faasiqada waxay doonayaan inaad noqoto qaxbad qaab daran oo khayrka ka fog xaashaa lillahan inaad sidaas noqoto waxay doonayaan oo sugi la'yihiinna inaad tuurto sukadaada oo iska xorta xijaabka iyo xishoodka iyo xaq jacaylka iyo iimaanka oo dabadeedna ka tagta salaada maalintaas bayna indha qabowsanayaan oo kuugu cayaarayaan sida ilmaha yar ugu cayaaraan kubadda oo kuugu dheelayaan sida ay ciidu ugu dheesha baktiga ilaahay ha ku xafidee ku cara iyo ciil geli inaadan dhegaysan oo aadan milicsanba waxaa baas ay kuugu yeeraan ugu dilciil iyo murugo inaad laasimtid xishoodkaaga iyo xijaabkaaga wax kale ma dhiirogelin riwaayada inay arkeen mooyaane inay ku guulaysteen inaad dhegaysato xiisahooda xun ood fiirsato aflaantooda baas oo aad gasho riwaayadahooda xun iyo inay arkeen haween suuqyada iyo dukaamada warwareegi danla'aan oo ragga gada iskala hadhadli miyaadan rumaysneen walaalay allah iyo maalinta aakhiro oo ma waadan ka rajo qabin allah iyo daarta aakhiro haddii aad rumaysan tahay ogow ina alla xaaraameeyey xijaab la'aanta sida uu u xaaraansho fisqiga iyo fujuurka wuxuuna amray mu'minadaha inay laabtaan indhaha oo xafidaan farjigooda ibta laga dhaco wuxuuna ka reebay inay muujiyaan wax ka mida quruxdooda balse wuxuu amray inay joogaan guryahooda oo ayan ka bixin inay dan ka lifta mooyaane haddiina ay u baxaan dhan inay baxaan iyagoo asturan tin ilaa cirab iyagoo aan isu soo quxin oo aan isu soo udgin oo aan isu soo uumin yacni uunsi soo taaban waana inuu u idmaa bixidooda weligooda yacni mas-uulkooda haweentii kastoo ku soo baxdana waxaan sidaas ahayn cara alle ayay isu soo jiiday ilaa ay ka laabato haweentii kastoo isa soo udgisa isa soo bukuurisa isa soo uunsisa oo soo taabato uunsi oo soo marta rag ay soo gaarto udugeeda unsigeeda waa zaaniyad qaxbad naagtaasi ee walaalooyin u socda aayar si xushood iyo xushmad leh oo walaalayna ha gashanin kabo cirba dhaadheer iyo kabo dhulka lagu garaaco oo soodkooda la maqlo waayo waa intaasoy quluubta kuwa qalbiga ka jiran saamayso alle wuxuu yidhi kor ahaaye ooyaysan ku garaacin dhulka cagahooda si ay u soo bandhigaan waxa ay qariyaan oo quruxdooda ah haweenna yaysan la keliyoobin ningaya iyadoo uusan maxramkeeda la joogin maxramna waxaa la yidhaahdaa nin guursigeeda abad uu xaaraan ka yahay naagtana ninkeedu waa u maxram wuxuu yidhi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam ninna naaguu geeya islama keliyoobaan ilaa shaydaan baa saddex ku soo noqda oo soo saddexeeya meesha uu shaydaan soo galana ma khayr baa laga sugi sidoo kale walaalay ha gacan qaadin ragga gayaankaaga ah waxay damacday haweenay inay rasuulka gacan qaado iyadoo doonaysa inay wacad kula gasho inay adeecdo alle iyo rasuulkiisa af adin iyo uurba saa wuxuu ku yidhi haweenka ma gacan qaado waa haweenka gayaankiisa ah wacadkiina afka unbuu kaga qaaday alla ka cabsada walaalooyin naarta lama xamili karee waa loo sabri karaa gaajo dhibaato
iyo mashquuliyin laakiin lama xamili kara naarta allah naga koriyo naarta walaaloyin haraacina talaabooyinka shaydaan waayo wuxuu amra xumaan iyo dhillaysi walaa shay rumaysanay allah walaa shay u sujuuduy allah walaa shay asturtay jirkeeda iska jir hoobadka waayo kufkufka iyo dhacdhaca waxay kugu ridi naarta oo rugbaasa iska jirna oo iska jir gabadhii caaishoy iyo xabsa iyo zeynab iyo asmaa inaad ku deganta xadaaradda reer galbeedka ee dhalanteedka ah waayo waa dab ay iyaguba ku gubteen ee dhegayso kuna waana qaado oo aqoonso sharka si aadan ugu dhicin oo uga digtoonaato qofkii aan sharka iyo kheyrka kala garanayna waa ku dhici karaa sharka waxaa ku soo baxay wargees ka soo baxa dalka Maraykanka daraasad kuurgelid oo laga sameeyey jaamacad ka mid a jaamacadaha Maraykanka hal sano gudaheeda waxay xaqiijiyeen in 20,000 oo gabdhood lagu uureeyey zino iyo dhillaysi sanad gudihii alla baynu ka magangalnay foolxumooyinka waxooda muuqda iyo waxooda qarsoone iyo in Maraykanka ay qaabilaan 1,000,000 oo wacalle ah oo owlaada zina ah sanad kasta ayna ka sheeganaysa dowladda mushkiladda daryeelka ilmaha tirakoob laga sii daayna televisyoonka Faransiiska waxay gaareen tirada haweenka iskaabulada ahee keligood degan 8,000,000 oo haween oo hooyo keli nool ah aan wax maciina haysano walaac iyo walwal ku nool kufsigana wuxuu gaaray 22,000 oo xaalad sanad kasta qoraan Maraykana wuxuu yidhi tirakoobka sanadkii 1979 qadkii casa uu soo dhaafay oo qatar culus buu sheegaya tirada gabdhaha 15 jirka iyo 16 jirka gabdhaha aan weli 20 gaarin ee ku dhala guur la'aanta waxay gaareen 600,000 oo gabdhood 10,000 oo kuwa ka mid ah way ka yaraayeen 14 jir sida ay tahayna waxay yidhaahdaan wakaburat kalimatan takhruju min afwaahihim waxay yidhaahdaan xijaabka iyo nimanka iyo naagaha aan isdhexgelin waxay keenayaan cuqdad galmood jacayl ah laakiinse taa waaqica baa beeninaya ka warrama 22,000 oo xaaladooda kufsasho ah sanad kasta xaaladka kufsashada sida aad dhegaysateen tiro ma leh wadamada gaalada gudahooda ninka oo gabadhiisa hooyadiis iyo walaashiis fuulana waa caadi wadamada gaalada gudahooda allah naga koriyo fisaqa iyo faajirnimada ingiriiskana waxaa jira 20,000 oo xaalo oo ilmi iska soo ridada sanad kasta intaas waxaa dheer cudurada faafay sida aydiska jabtada waraabowga isnadaamiska iyo wax lamid a run buuna sheegay rasuulkii alla sallallahu calayhi wasalam oo jiray 1,400 oo sano ka hor degaankii faaxishada yacni dhillaysiga ay soo banbaxdaa oo caddaysta wuxuu alla ku salladaa cudurro iyo jirooyin aan horay loo arag waa sidaasna cid ogaan ka dhaana ma jirda ciidamada rabbiga isaga ma ahee gabadhii islaamkay waxay la doonayaan gaaladu inay muslimiinta sidooda oo kale noqdaan marnaba yuhuudi iyo kristaha kaama raali noqon doonaan jeer aad raacda diintooda ee isjir oo digtoonow walaashay islaamka waxaad hor joogtaa laba daaci oo wax kugu yeeri mid kugu yeeri naar iyo ceeb iyo fadeexad ee ka carar sidii aad uga carari lahayd libaax iyo mid kugu yeeri janno waana rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam hanuunna waxaa u toosan hanuunkiisa ee raacee ku dheganow waadna la kulmi doontaa wax kugu jeesjeesa oo doonaya inaad noqoto saaqidad sida gaalada u dhaqanta waxaad la kulmi doontaa qaar ka yidhaahda xijaabkaaga waa khaymad yacni teendho waana la yidhi wakaburat kalimatan takhruju min afwaahihim waxaad la kulmi doontaa kuwa ka yidhaahda xijaabka iska dhig ama khafiifi waxay kugu yeerayaan naar haddii aad yeeshana hoogtay oo ba'day ee jawaabtaadu ha ahaata dufka baxa oo alle idin dulleeh ee idaaya dariiqaygana iga leexda aan ku dul joogsanna tusaale kale halakan waa joogsi weyn joogsi fiirsi iyo kafakar leh aan dul joogsano tusaalahan waa tusaale wanaagsan oo fariid ah waxaynu la joogsanaynaa asmaa radia allahu canha wa ardaaha laba dhacley run sheegta uu run sheeg dhalay ee alle ku mannaystay arrin uusan haweenay kale ku mannaysan horteed iyo gadaasheedba bal xitaa uu ragga ku mannaysan waa uu adeega nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo aabbaheed iyagoo ku jira godkii iyagoo muhaajiriin u ah xagga madiina dhacdo fursad keliya ahayd
iyo adeegid fursad kaliya ahayd. Waxaa guursaday Az-Zubayr radiyallahu anhu wa ardaah oo kamida 10 loogu bishaareeyay jannada. Waxay Asmaa tiri, wixii uu guursaday Zubayr isagoo aan wax xoolo ah haysan iyo maal faraskiisa ma ahe, markaasa waxaan caws u dhigi jiray faraskiisa. Waxaa intaas ii dheeraa oo aan qaban jiray hawsha guriga oo dhan. Oo dhegaysta walaalooyin, kuma ahayn Asmaa dhibaata iyo culays ninkeeda. Intaas waxyaale adduun ka dalabta iyo rabitaanadeeda gaarka ah oo keliya, waayo uma dalbin adduun raaxo oo keliya darteed, mana doonin inuu ninkeeda iyadu un u shaqeeyo oo ay keligeed yeelato oo danaheeda iyo waxa ay rabto u oofiya oo raaxadeeda keliya ka shaqeeya, balse iyada u adeegi jirtay ninkeeda waa farxad iyo raalli gelin jirtay. Gadaashii ayayna istaagi jirtay saf ahaan oo alle ajar kaga dooni jirtay, sidaa iyadoo guriga gudihiisa bay xilkeeda ka haysay iyadoo ka shaqaynaysay dhowrta ilaalisa oo si fiican u barbaarisa caruurteeda, isaguna guriga dabadiisa buu xilkiisa ka hayay. Waana sidaas qaybta caadilka ah, waana sidaas inay ahaadaan qoysaska muslimka ah. Xaggee ka joogtaa haweenta muslimadda ah maanta ninkeeda? Xagga faafintiisa diinta ma dejisa? Ma farxad gelisa? Ma geesinimo gelisa? Ma xasilisa? Ma xanaanaysa? Ma xoojisa? Ma la halgan iyo howl gasha? Oo ma isaga daysa danaheeda qaar alla darti? Mise waa lugooyo iyo jiir ku gudban oo ciriiri ka gelisa faafinta diinta? Anigu waxaan ugu yeerayaa walaalooyinka inay ku dhiirageliyaan nimankooda iyo ilmahooda iyo walaalahood iyo walaalooyinkood islaaxinta iyo ka talinta samaha ummadda islaamka iyo barashada diinta iyo ku camal falka iyo fidintiisa. Waxaana ugu jira tusaale Asmaa oo maxay tusaale wanaagsan ahayd. Waxaynu ku jirnaa qisadii Asmaa. Waxaa guursaday baynu nabi Zubayr, wuxuuna alla siiyey Cabdullaahi ibni Zubayr, markaasay ku barbaarisay diintan, qur-aanka, sunnada nabiga sallallahu calayhi wasallam, iyo xusidda alle habeen iyo maalinba sir iyo saaba. Sidaa buu ku barbaaray isagoo ayan waalidkii marnaba ka caajisin baradiisa cilmiga iyo ku tarbiyeyntiisa diinta Islaamka iyo ad-adeeg, si uu wax uga diriro oo uga dagaal galo kuryeelidda diinta alle Islaamka. Heer maalin maalmaha kamida uu usoo galay majliskii nabiga sallallahu calayhi wasallam isagoo ilmo ah, markaasuu nabigu u yimid oo wacad kula galay faafinta diinta iyo inuu naf iyo maalba u huro. Markaasuu nabiga dhasheenna sidaas baynu rajaynayna. Haweenta dharkeeda, kabaheeda, raaxadeeda, cuntadeeda, cabideeda iyo wareegaalaysi iyo wax loo qabtay iyada iyo reerkeeda iyo wax la mida oo keliya ka fakarta, ma soo saarta fac wanaagsan oo suuban, oo waxay soo saartaa jirri iyo mooryaan iyo mashaqaystayaal iyo maangaabyo iyo makasmaxasa oo ummadda culays ku noqda raglamood ah aan ragsa ahayn? Fiiriya walaalooyin Asmaa sida ay u dhaqmaysay xitaa markay duruufta adkayd, iyadoo 97 jirta markii wiilkeedii Cabdullaahi ibn Zubayr lagu hareereeyey xaramka waagii daalimkii Xajjaaj bin Yuusuf. Markaasuu u yimid Cabdullaahi ibn Zubayr isagoo la tashanaya hooyadii, muxuu sameeyaa? Waxay ku tiri, si kalsooni iyo sugnaan leh, adigaa naftaada ogsoon, haddii aad ogtahay inaad xaq ku taagan tahay oo xaq aad dadka ugu yeerayso, ku samir oo sugnow ilaa aad ku dhimato xaqa. Haddiise aad doonaysid adduun, maxaad markaas addoon baas tahay? Waxaad halaagtay naftaada iyo kuwa kula jira. Wuxuu yidhi, hooyo, wallaahi baan adduun rabin dulmi iyo khiyaanana aqoon, alla baana ogsoon sirteyda iyo saaqayga.
waxay tiri alxamdulilah, waxaan alle ka rajeen inuu ii fududeeyo murugada qalbiga haddii aad hortay baxdo oo lagu qofsado oo iiga horumarta alle. Waa isku soo boodeen iyagoo isa sagootinaya oo tiri, wiilkaygiyow aad iigu soo dhowow si aan u ursado caraftaada oo kuu sagootiyo. waxaa dhici karta inaan dib dambe isu arag. markaasuu ku soo booday isagoo gacmaheeda iyo wejigeeda dhunkanaya oo ilmadii wada qoysay labadoodaba iyadoo taataabanaysa. waa haweenay indhala oo aan waxba arkin. dabeeta waxay tiri, cabdullaahi, hooyo, waa mahay waxaan aad xiran tahay? wuxuu yidhi, waa dirac aan xiranahay. waxay tiri, maandhow, ma aha kani dharka qof rabaa inuu adar alle u shahiito? iska bixi oo gasho saraawiil adag oo waasi ah si ay xarakada kuugu fududaato oo haddii lagu dilo ayan cowradaada u faydmin. wuxuu iska bixiyey diricii oo dhoojistay saraawishii oo dhaqaaqay isagoo leh, hooyoy, ha ka daalin inaad ii soo ducayso. markaasay saacabadeedii kor u taagtay oo tiri, allow ugu naxariiso oo istaagiisa dheer habeenada salaatuleylka iyo oohintiisa dar alle dadkoo hurda. allow ugu naxariiso gaajadiisa iyo haraadkiisa dartaa isagoo soomaa ah meesha uu joogaba. allow waxaan ammaano gashtay adiga oo ku raalli ah wixii aad u qortay ee iga sii samareeyay iimaan. markaasuu tegay oo habeenkaasi oo idil salaad ku soo jeeday oo dadkii tujiyey salaadii fajarka. kadib wuxuu ammaanay alle oo mahdiyey oo ku booriyey asxaabtiisii dagaalka oo dagaal galay. waxaa ku yimi nabar wejigiisii oo uu la gariiray, dhiigna ka wada dhigtay wejigiisii. markaasuu dhacay oo nafta ka baxday oo maka loo wada oojay allah u naxariiste. intaas uguma aya xarine colkiisii oo inta daldaleen bay meel dheer sureen, sidiiuba iimaankiisu ugu sarreeyey intuu noolaa. markaasay dadkii hoostiisii yoobsadeen isagoo kor ah sare. saa waxaa soo gaaray hooyadii samirka badneed ee 79 jirka ahayd qabarka dilkiisa oo u tagtay wiilkeedii la daldalay oo u dhowaatay meeshii la sugay iyadoo aan arkayn oo u ducaysay. markaasa waxaa u yimid kii dilay oo ku yidhi, hooyo, madaxweynaha wuxuu yidhi dhaqaaleeya Asmaa oo ha loo roonaado. saa waa ku qaylisay oo tiri, iga tag, anigu hooyo kuuma ahiye, ee waxaan hooyadiis ahay midkan la daldalay. alla hortii bayna ku kala bixi doonaan colku. saa ibnu cumar baa yimid oo cabdullaahi oo daldalan hor istaagay oo yidhi, assalaamu calayka Khubayb aabihiisow, nabad dushaada ha ahaato Khubayb aabihiisow, wallaahi baan kugu ogeyn waxaan ahayn inaad ahayd soomaa salaad badan oo xidhiiriya qaraabadiisa. waxay dadka kaa yidhaahdeen waxaad tahay ninka u shar badan ummaddan. wallaahi ummad aad adigu sharkee tahay waa ummad khayr dhammaanteed. markaasuu aaday ibnu cumar Asmaa oo u tacsiyeeyey oo dabeyta ku yidhi, alla ka cabso oo sabiro sugnow. waxay tiri ibnu cumarow, oo maxaa ii diiday inaan sabro iyadoo inta qoorta la gooyay nebi yaxye ibni zakariya madaxiisii loo hadiyey dhilla ka mida dhillooyinkii reer bani israa'iil. nebi yaxye bin zakariya oo nebi ciise ay ilmahabreed ahaayeen oo nebi uu nebi dhalay ahaa waxaa zamankiisa batay faaxishada dhillaysiga. saa waa uu ka digay intaana ka digayay cirib xumadeeda oo kaga digayay arrintaasi fagaaro walba falxumada zinada uga hadlay. saa habeen habeenada ka mida iyadoo madaxweynihii xukunka u haya markaa ay naaga xun u cayaarayeen buu mid u bogay cayaarteedii iyo heesaheedii iyo usruuxeedii. saa wuxuu ku yidhi, waxaad rabta sheego. saa waxay tiri, madaxa yaxya bin zakariya baan rabaa. markaasuu amray in la keeno oo la dilo oo sidii yeeleen yuhuuddu. madaxiisiina markaas loo hadiyey qaxbad ka mida qaxbooyinkii bani israa'iil. ee sidee baan u sabreen, sidee baan u sabreen iyadoo nebiyadii alla sidaa loo gelayay? ka warrama hooyada, isma waalin, ma barooran, ma jeex jeexin dar, iskama garaacin dhabanka. ee waxay isu dhiibtay alle oo arrin kale awwal iyo aakhirba. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم
أسماء مروحة دبدا كي مدويل كيدي مندر ابن زبير ساوحو أصو دري عمبور وككاني دبدا إيادو آن وحبا أركين ساوات تابسطي مردي أوتري أفاي أف أعلي مردي سا ساوكو أصلا تويل كيدي أرنتا أو كوير هويو جركا غالغا ما أركي كرا وحي تري هدي أصن جركا موجنين حبنه سا بوصفين مركاسو أصو إيبي مركلا أو شروريه حجابكو كودا انتهي مركزي تري كانو كالئي وارتر كانو كالئي وارتر الله انحرست أسماء هدي أركي لهاد وحا أي فاليان هوينك مسلمين تأخر كود مانت إيه وحا أي حرتان قبله أسماء إيه قديجة إيه سمية إيه صفية محي أران لهيد وحا رنتي ليا بعد ما قش قولكي نبي صلى الله عليه وسلم سنفان من أهل النار لم أرهما وذكر منهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات إلى أن قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسافة كذا وكذا لبقل أهل النار كم إذا يجر النبي صلى الله عليه وسلم ما أن أرق أنه وحانا كم إذا يجر هوين أرحل مسنق أول حقي كلا إحدادتك كلا هي إلى أجر مجل دونان جنبا من حل دونان أذو كذا أذو كذا نوحو أجره مسافة انتا ايا انتا وقو دندران ايا دلاعين عرص محاكا حن جنده او لوايا ايا اذو كده عرفت بدن جنده هدي لواينا محاجر عن احين نار او ربعسا اي كرو قاد مدحا دو ولا شي مسلمة دا احي او سد نقله او اي كهو ينكا اي ولا لو ينكا ان صو حسن اي هرانكي صوبنا اي امدن كندا او اللوي ديس انو كهلين سيو او فلو عملادو دعو كله او كودا يسو بنو ينكا سيو اللا ميل كليه دين ودا قيه قف كانادتكو او جعليه بالا لا ميل قيه هدي اجعش هاي فنانين تا ايه فناناتك عيارتو اذا ايه جلياش ايه جلو ينكا حم ايه اياد لا ميل نقن هدينا اجعش هاي اللا رسو فيسا صالحين تا شهدادا سو بناياشا صوبنوينك سيدة فاطمة خديجة مريم آسية عائشة أسماء صفية سمية جويرية ميمونة يوحلمدة يغا اياد لميل نقن أدونتي اللي اوغو اللي او لا امو وحي لغو ساري او واجبيه او ويردد كدينت اللي او هدياد سكاركت قلبي عديك حصوص غيريدة أدونتي اللي حصوص مركا ايكو ايمن دونان منكرية نكير سيدي حالك أبو أهان مركي أدواق إسرافيل وصورك العفوفة أو لقولك كينا بانك قيامة أمانك أو إذل أدقو عقعد أو قاون أو بوري قبة أو قرح ذو أجرت مدح هذا قدر ميل أو كير هذا ألا أبهن آدم آدنو كسوصار قيبتي نارتا لو دربي إيه كجر أبتكا وحو أرندونا كإمسة وحو الله أرندونا كن كي بسقال بقول يسقاشن يسقال markaasi arurta irola noqon oo hilmaami inuu jisadi wixii inuu jineysay oo mid walba oo u reey ah urkeeda dhigi doonta oo dadka aad arki doonta iyagoo ah sida wax sarqaansan mana sarqaansan ee cadaabta allaba ahaan doonta mid daran oo magacaaga lagu yeeray dadka dhexdooda muxuu xalkaaga ahaan doontii allah la ilaha illa allah ee toobadkeen walaalay intay goori goortahay او دنبي داف اللو ويديسو او بطس عمل لذو وناكسن والله بيس النجري نولشن كدب وحان جنة ايا النار اهين جنة ايا النار تنا مدول باكدو يالين كامسون كبها عاد كشنتهي اي كعبسة الله قبر دي اسلام كوي الله كعبسة مدى عن حجاب كقاداني الله كعبسة مدى صفرتاي محرم لانتا الله كعبسة مدى درك اساقالك تاي وحان اهين قرو يده الله كعبسة مدى رقا قيا لقصش او لشيكيسة تاي الله كعبسة مدى رقا دحقش او قري اما قاري كل قلوات يعني كليودا ننقيا الله كعبسة مدى انتو كاني صلاة لآني وكفر ايه قال نمائه الله كعبسة مدى ان زكذا اللبحيني زكذا وصلاة ولا شيده الله كعبسة مدى ان دين تحقق او شقينيني الله كعبسة مدى ان دين تبراني كنا عمل فلن الله كعبسة مدى وكرسي عروفتي ذا سيد حوله او كلي او عنت اي عبد كلي سيسة ان الله حسوس عجل ضي كتب دينتك هذا لي ان اكين
dugsiyada diinta laga bartana aan geen alla ka cabsamida heesaha dhegaysatay alla ka cabsamida riwaayadaha iyo aflaanta gashoy alla ka cabsamida xanta iyo dirdirada taqaanay alla ka cabso mida aan xuquuqda waalidkeed dhowrinay alla ka cabsamida aan qaraabadeeda xiriirinay alla ka cabsamida aan waalidkeed wanaajinay alla ka cabsamida aan dariska xuquuqdooda dhowrinay oo alla ka cabso walaalay oo faqri iyo gaajo iyaysan kugu xambaarin ku caasinta alle ku noolaanshaha iyo dhexdegidda gaalo qurulay dhexdooda adigoo ku waafaqaya hanaankooda nolosha iyo kufriga iyo gaalnimadooda. Gabadha islaamka waa inay guriga waalidkeed joogtaa oo ku sabirtaa dhibka iyo qaxarka nolosha, oo xitaa ay iskala weynaataa inay qaraabo la seexato oo guryahooda dharka isaga dhigto. alla ka cabso midda iyadoo isu soo udgusi usoo baxday dabadda oo ogaada in cadaabta alle daran tahay iyo inaan dunida lagu nagaanin iyo inay wax weyn tahay fadeexada maalinta qiyaamo oo minka oo dhan hortood. ee alla ka cabso oo alla ka cabso alla ka cabso. wattaquu yawman turja'uuna fiihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin allahana kuuleeyo allahana suubiyo allahana cizeeyo allaha tawfiiqdana waafajiyo. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. waa walaalkiin cabdulcasiis xasan yacquub oo idiin rajeyn innaga iyo idinkaba khayr iyo dembi dhaaf iyo nolol suuban iyo cimri dheer iyo cibaadosan iyo inuu ilaahay subxaana watacaala taxta mustaqar raxmatihi na geliyo iyo jannadiisa. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهيئة الإسلام كأي قرقار كصوماليا وحالة قد البنكرة منشورات كهيئة الإسلام كأي قرقار كصوماليا بي أو بوكس سدح سدح إبر أفر سغال رياض هل هل أفر أفر سديد تليفون إيا فاكس نمبر أفر شن سغال هل لبو لبو لح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم
الذين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة من